من اللي صارت قرعة دوري أبطال أوروبا والعينين الكل على مواجهة البيت، وكانت مقابلة من طرف واحد وفات على فوز النادي الباريسي. في العودة في سانتياغو برنابيو برشا بريسيون على أصحاب بنزيما، خاصة بعد شوط أول متميز للبي اس جي اللي سجلوا الهدف الأول وضيعوا العديد من الفرص. في الشوط الثاني بنزيما تعرض لتدخل عنيف من باريديس، الحاجة اللي قلقته بعض الدقائق. رغم هذا الكل بنزيما ما سلم، حسم المواجهة وسجل هاتريك وأكد اللي ما فماش مستحيل والأمل عمره ما يتفقد، وزاد برهن اللي هو في الطريق الصحيح والجميع يعترف به كأسطورة في ريال مدريد، خاصة اللي ولا ثالث أفضل هداف في تاريخ الفريق وتجاوز ألفريدو دي ستيفانو. هذا حلم تحقق على خاطر أسطورة في مدريد. نتذكر في أول يوم عديته هنا كان موجود مع الرئيس وجاء وسلم عليه معاه في الترتيب، يخليني نحس بالفخر والسعادة بشكل كبير، وهذا يدفعني للاستمرار. بخلاف أحباء ريال مدريد، مختلف متابعي كرة القدم أشادت بالنوافي، وشفنا العديد من التفاعلات على السوشيال ميديا، وحتى شفنا اسم بنزيما على حتى من الخصم متاعك. ونجاح كريم بنزيما جاء بعد برشا خدمة وتضحيات، وعمره لبخل وفقد الأمل رغم الانتقادات الشديدة اللي تعرض لها.